انت يا رقيب كمان؟ ايش عم تحكي انت؟ مثل ما سمعت يا شيخي، مثل ما سمعت، احمد قتل موظف كبير بالمتصرفيه والدرك قوسوا عليه وعطاك عمره، ونحن هلا في حيره ما منعرف لمين سلم الجثه. ابوه متبري منه، جيت لاشاورك ايش نعمل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على المصيبه. ايش قلت شيخي؟ قلت لا اله الا الله، سبحان الحي الباقي، سبحان دايم على الدوام. تعا معي، تعا تعا روح على المختار شوف ايش رايه. احمد، سبحان الحي الباقي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعمل يا مختار، أبو بكري يتبرى من ابنه، والمرحوم لازم يندفن ونعمل له عزاء حسب الأصول، والخوف ليضل أبو بكري معند وماله معترف بابنه. ساعتها شلون نتصرف ما بعرف. تفضلوا معي يا جماعة لشوف ايش نتصرف. تفضلوا. يلا شوف يا بكري، أحمد الله يرحمه مثل ما هو ابنك، ابنك اللي هيبقى. ولا تواخذني بهالكلمة، إذا ما قمت بواجب الدفن وعملت له عزا هون عندك في البيت، أنا بدي أقوم بالواجب وأعمل له عزا عندي في البيت. لأنه أحمد مهما عمل ومهما ساوى بيضل ابنك اللي هيبقى. وأنا اللي بعرفه أنه الكبير هو اللي بسامح الصغير، والضفر ما بطلع من لحم يا بكري. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذا كان رب العالمين بيصفح وبيغفر لعباده، مين نحن لحتى ما نغفر لأولادنا إذا غلطوا؟ أكيد أحمد الله يرحمه كان يتمنى انه تصفح عنه وتسامحه بحياته. بقى شلون هلا وهو بين ايدين رب العالمين؟ باكد لك يا ابو بكري انه احمد اذا ظليت غضبان عليه وما سامحته ما رح يرتاح بقبره ابدا. انا اللي حارق قلبي انه ما طلقها قبل ما يموت. طل موتي لي راسي بالارض. الله يرحمك يا أحمد، رحمة الله عليك. خلص أبكري، أحمد ابننا كله وبدنا نعمل له عزا بنص الحارة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فان
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام على الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام. سبحان الدائم على الدوام، لا يدوم إلا وجهه. عندك هاي عندك. أهلين أهلين أبو أنور. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين وسهلين. خير إشفي أحمد ابن أبو بكري، العمر إلك. أحمد تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسلم الدين والإيمان. الله يسلمك. يسلم الدين والإيمان ابني. الله يسلمك. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. السلام عليكم. السلام. السلام. أبوسك أنا، أبوس روحك. لك أنت أنور وأنا أبو أنور، هلأ صرت عن حق وحقيق. الحمد لله يا رب، الحمد لله. إن شاء الله ما تعذبتي بولادك. سهلة كتير. الحمد لله. لولا موتة أحمد كنت ناوي أعمل مولد وأدبح دبايح وطعمي فقرة سبعة أيام. لا ما حلوة، لازم نأجلها شوي، ما بصير. حق معك. وصال بصلاة محمد وإيدي على راسك، مو بشبه أبوي المرحوم. يعني بشبه الخالق الناطق، عيونه خدوده تمه جبينه، لك كله أبوي الله يرحمه. أدنت له لما ولد محمود؟ أدنت له؟ لا ما بيصير، لازم أدن له أنا. Thank you.
على قرون المعزية انت بتاكل اللحمة وانا بمسح المقلية. لك ابوس هالوج نور عم بفج، واللي بياخد منه بوسة لبيت الله بيروح بحج. الحمد لله يا وصال، الحمد لله رب طعمني هالولد بعد هالعمر كلياته. هاي اكبر هدية من رب العالمين، اكبر هدية. ابو انوار، ما صار وقت ترجع لدكانك وشغلك؟ ايه هاي وقت ما اجيت من مصر وانت قاعد في البيت. بكرة باذن الله نزل على الشغل. بس وصال، ما بدي وصيكي بتحطي برموش عيونك وبتديري بالك عليها، وخصوصي لما بيكون نايم بتديري بالك من الحيف او الشرشف ما يجوا على وجهه. فهمت، اعطيني يا بقى لاغير له. ابوس روحك، ابوس روحك، انا ابوس الوجه. ولك عزي، عزي وتاج راسي ومسند ظهري، انت ابو النور، لك احلى ابو النور بالدنيا. خدي شوي 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 شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي. يلا. ما قلتي لي عم يشبع من المرضعة ولا نجيب له وحدة تانية؟ طبعا عم بيشبع. إيه ما شاء الله، حوله وحوالي أم شفيق، تلحق ترضع وتشبع 10 أولاد. لما كنت أقول لك كلي وتغذي ما كنت تسمعي كلمة، شايفة؟ هي حرمتي حليبك. هيك بده الله. ليمون الحامض، ليمون. على المحاشي يا كوسة، على المحاشي يا كوسة، يا حيف على اللحمة. يا السلام عليكم. اهلا يا بفندي، شلونك روحي؟ الله يسلمك ويخليك يا رب. ابو سلمو، بدي اسالك، اب بكري ايش اخباره؟ الي زمان ما شفته بالحاره، يمكن من يوم عزل مرحوم ابنه. ليش انا عم بشوفه؟ صرنا مجتمعين اكثر من 20 مرة بالمضافه وهو ما عم يجي. عم بيقولوا بيطلع من الصبح لبعد صلاة المغرب بمحل أخوه فوزي بجديدة. يا سيدي الله يكون بعونه، موتة المرحوم ابنه كسرت له ظهره. بس موتة ابنه اللي صار فيه بهد جبال، راحت قهوته منه وراح بيته. الله وكيلك، نحن لحم ودم وأعصاب، شلون بيتحمل الرجال يتحمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما قلت لك روحي من هون قبل ما يجي الاغا يعمل لك مشكله؟ والله مو غريب الاغا يتقاوى على الحريم اذا مو قدران على الرجال. هي دب لسانك وروحي من هون. لك ايش فيه؟ له ساعه بقول له روح من هون ما بروحوا. خلاص معلش، اتركهم على مسؤوليتي. دخيلك يا ابو ربيع، قول للاغا يعيف هالختيار المسكين، مو حرام عليه ريبطه بالعمود؟ ايش ما في بقلبه رحمه؟ طيب هلا بشوفه وبحكي معه. ما رأي أخلي ولا واحد منه يروحوا لحتى يسلم حاله أبو عايد هلا؟ لكن أنا يعمل فيني هيك؟ يدخل على السرايا ويهني ويزلني؟ معناته ما بيعرف من مدحت آغا. بجنابك بتعرف بأنه أبو خليل رجال كبير ومقدر، يعني مو حلو بحقك ريبطه برا مثل النعجة. لك لا تنغش فيه يا جناب الوكيل، لا تنغش فيه. أنا بقطع عيدي من شرشة إذا ما كان بيعرف هو متخبي أبو عايد. أبو مندل، أمر نزغم، روح كمل شغلك لأشوف. بستنى. هوام، أنا راي أعرف شنو أخليهم يعترفوا ويقروا. أنا واليوم، اليوم قبل بكرة أبو عايد بيسلم حاله هو وعصابه. ظاهر إنه الأغا وضعه صار مرجول، مشان هيك لازم أصلي على الحاضر وأعرف مع مين بدي أصلي. الحاج. ايه هلا بدك تقلنا وين متخبي ابو عايد والعصابة اللي معه ولا لا؟ انت بتعرف ابو عايد وين؟ بتعرف منيح يا اغا وين ابو عايد؟ ايه لا تحكي، معلش على راحتك. وانت شيخي بدك تحكي وتقر ولا شو؟ بدك تضربني مثلهم كمان؟ أبو ربيع؟ نعم أغا. هذا مو ابنك ها؟ إيه نعم ابني أغا، والله ما عم أصدق عيوني. لك ربيع، إيش القصة؟ اللي شايفينه كله ياكل، أولكم جناب الأغا وسلمه،
إذا ما بيطالع الشيخ وعايد بدنا نحرق الأرض بالزرع اللي فيها والسرايا كمان. وهيك يا شباب مصبور. شايف إيش بدهم البهايم هنن وابنك؟ قال بدهم يحروا الأرض اللي عم يأكلوا منها خبز. الأرض أنت اللي عم تسرقها يا آغا. راس ولك عيب تحكي هيك مع جناب الآغا. يا ضيعات تربيتي فيك يا كلب. يوب أنت مطرحك لازم يكون هون مع هالناس اللي ياما داقوا القهر والذل وأنت ساكت. لا ما شاء الله تعيش وتربي يا أبو ربيع، تعيش وتربي. أنت مطرحك مو هون، هنيك. روح لعنده الرقد. هاد ولد يا آغا وما عم يعرف إيش عم بحكي. أنا بعرف إيش عم بحكي، ومن هلا خوراي ما بقى فلاح ينزل على الأرض ويشتغل فيها. إيش عليه؟ أنا بفرجيكم. ضيعت الخمسة، إذا شفت واحد منكم واقف قدام باب السرايا ضيع خليكم تاخذوا الشيخ أبو خليل معكم محمل على القبر. واحد، اثنين، ثلاثة. أربعة. أبو ربيع. نعم أبا. بتجيب لي ابنك الواطي قبل ما يطلع الضوء، فهمت؟ حاضر. رقد. حاضر يا أخ. وانتوا فكروا منيح وشوفوا وين مصلحتكم. من هون لبكرة عبكرة لا يصرخ الديك. إذا ما سلم حاله أبو عايد بدي أعلق ابنه على الشجرة قدام الخلق كله. لا يا أغا لا، ببوس إيدك. ابني كان مسافر وما بيعرف شي عن أبوه. اسمع أبو مندل إيش دي أقول لك. قول النزغم. بتشدد الحراسة دور مداير السرايا، ما بدي الطير الطاير يدخل لهون. أبو النزغم سنقرخمة دبينا ما بقرب على السرايا. عفارم عليك، فهموا لهذا البغل أبو ربيع ما بيترك السرايا ولا ثانية، فهمت؟ وهدول مربطين بتخلوهم لآخر الليل، لا بتقدمون لا شربة ولا أكل طاوة. بسطوا نعم. رقد. سبعي. نايم. نايم. مين؟ أنا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن طمني، وزعت سلاح على الشباب؟ وزعتهم كل شيء تمام، ايش مطلوب كمان؟ يا عيني يا ربك. اسمع لك، ابوي كان قاسي كتير، كان يضربني بالكرباج على ظهري ويحبسني بالسقيفة فوق، كان السقيفة عتمة ما بتسمع فيها غير صوت الفيران والجرادين وهنن عم يقرضوا يعني خيطان الأنب. كنت أموت من رعبتي، كان قاسي. يوم من الأيام كنت عم بلعب بصوص، صوص هيك صغير هيك قده مثل هيك طابة الحرير الأصفر، يعني مجنن. عم اجى أبوي رقد علي مثل المجنون هيك، مفنجر عيونه واخذ من ايدي الصوص وحطه تحت اجره وعفسه. انا مترعبي خفت يعفسني بنظرته كمان. قال لي ولعك ابن الاغا ما بيصير يضيع وقته يلعب مع صوص، لازم يكون قلبه قاسي مثل الحجر الصوان. كان هيك يا أبو ربيع أنت ما عرفت تربي ابنك كويس. والله ربيته يا آغا ربيته، بس بالظاهر تربايتي ما بينت فيه. من وقت اللي راح على الكتاب وقرأ كلمتين بهالكتب اتفرعن وصار يتفهمن علي. أنا هذا اللي عم بقوله، الكتب بتخرب العقل يا أبو ربيع، وابنك تخرب عقله. مو بس هيك، لا بده يخرب عقله للفلاحين لحتى يوقفوا ضدي. معلش اترك لي هذا الموضوع علي، انا بتصرف. انا والله لا اربي لك يا تربي تليق بخاطره وتعجبك. جناب الاغا
ايش بدك؟ اذا بتسمح لي اروح على البيت يا جناب الاغا، والله ركبي ما بقى عم تشيلني، ماني متعود على الوقفه كل هالقد، الله يرد عليك. الى ابوي روح، روح ارتاح، روح روح على بيتك وارتاح. سوينك بكره الصبح اذا ما جيت وجيب معك هذا الواطي انا بعرف شغلي معكم. روح. امرك يا جناب الاغا، تصبح على خير. مندل ابو نزاغم، ايش بدك لك؟ اغم شيء انت صحت لي لولا من هون بس لولا لولا صوت فشل؟ ايه والله، اكيد هدول جماعة ابو عايد على القديم مع شي دورية، جوز يهجموا علينا اليوم. بدنا نحن اليوم. حصوا علينا الفرنسيين. وعايب وساعتها
بدنا ناخذ بتار كل اهل الضيعه والفلاحين. وانت ابوي ما بدك تاخذ بتارك كمان؟ وانا مين بدي اخذ بتاري؟ ليش ما عم تحكي ولك؟ اسمعوا لك، انا ما بموت. البهايم اللي مثلكم الله خلقهم لحتى يخدموني انا، ولك انتوا لحم اولادكم من خيري. جاي بدك تقوصني؟ ضرب لين لبنا جوزان ناسه الى جنب. شيء ابو عايد وجماعته بالليل بجوز بهجموا على السراي. بدي حراسه كتير، بدي عيون مفتوحه 10 10. مفهوم؟ حاضر. هيدي شلاك. قتلني؟ ولك قتلني يا بغل، لانه اذا ما قتلتني بكره حسابك راح يكون معي عسيره. بدي اعلق بنص الضيعه واخلي جسدك تنهجر كريم. ولك قوص يا جبان. أبو جمعة كتر خيرك يا عبد الرحمن، كتر خيرك يا أبي. جيب لكم حبيشكم بس. ايش فيك بندال؟ شيء بزم أغاه انتحر. محمود روح لحلب بلغ ضابطية بسرعة. حاضر. جابوك يدن. شو هالحكي لك ابو شعبان؟ هلق جناب الاغا قتل حاله ومات. والله ما عم اصدق لك، لسه امبارح كنت عنده. والله هيك الناس عم يحكوا، والدرك مملين السرايا من الفجر، وجناب المحقق رياض طالب اجتماع لكل اهالي الضيعه، والعساكر الفرنساويه رابطين على كتف النهر. قال جماعه ابو عايد قوسوا عسكري امبارح بالليل. يلا يا اولاد يلا يلا يوم جينا. يلا سلام. خايفة يكون أبوكم إلو إيد بقتل الأغا. لا يوم لا تخافي، الأغا مات منتحر. لكن ليش صوت رصاص ما هديك الليل؟ شلون دي هدرك يوم؟ عم قلك الأغا مات منتحر. والله ما عم بصدق إنه الأغا ينتحر. قلتك رح يجي أبوي على الاجتماع يوم؟ لازم يجي مشان ما يتهموا بقتل الأغا. يلا يوم يلا، الله يجيرنا من النار يا رب. يلا. Thank you.
لكم الحجر، بحب أبلغكم إنه مدحت آغا ما مات منتحر مثل ما كنتم فهمانين. الآغا مات مقتول، واللي عرفته إنه كان في مشاكل بينه وبين عصابة مترأسها واحد من المطاريد اسمه أبو عايد. لا يا سيدي، جوزي ما بيعملها، أبو عايد بريء. أنت مرته؟ إيه نعم سيدي. على كل حال نحن نعرف إنه في ناس في الضيعة بتعاونوا معه وبيعرفوا كل شيء عنه، وصدقوني إذا بتعترفوا بالحقيقة رح أجنبكم مشاكل كتير ممكن تتعرضوا لها. معكم من هلأ لبعد الظهر لتفكروا باللي قلته منيح، وإذا ما حد بيعترف في شيء رح خلي رجال الضيعة تعترف بالعصاي والكرباد، وأنا اسمي المحقق رياض. سألوا عني منيح شو بخلي الناس تعترف. فكروا باللي قلته منيح لأني ما بحب أضيع وقت كتير. صار وقت نعرف كل شيء عن أبو عايد وعصابه وشلون دخلوا على السرايا وقتلوا مدحت أغا. مشوا، ما حدا بده يحكي. أخي عمجد، هذا سيدي، جهز الفلا وابدأ بالنسوان أمر جيل. هذا سيدي. استنى يا جناب اليوزباشي، أنا بدي أحكي كل شيء عن أبو عايد. تعال معي لشو.
هي جستو هي جست أبوك يا عايد هذا هو يا شيخ الخليل نعم يا عادل هذا هو رحمة الله عليك يا أبو عادل خذوا جناب المحقق تسمح لي سعدة انت اعطيتني هذا الحجاب أماني عشان أسلمه لعم أبو عايد الله يرحمه وأنا وصلت له الأمانة بس بعد ما شرف سيدي هذا هو الفرد اللي قتلت فيه الأغا طيب وليش قتلته؟ لأنه وجوده بحياة هالناس الطيبين غلط سيدي شي حلو والله الشغلة هيك على كيفك لك ما بتعرف أنه قتلت رجل مهم في هالبلد بعرف سيدي بعرف بس صدقني يمكن هي أحسن شغلة بعملها بحياتي لأني مو بس أخذت بتار أبو محمد الله يرحمه عمي أبو عايد أنا أخذت بتار كل اللي انظلموا وهجموا هاي البلد على إيدين هذا الظالم وإيش قصة العصابة اللي في البلد لكن؟ يا سيدي ما في لها عصابة ولا شيء بس الأغا كان متهيأ له شغلات ما لها أساس طويل أنت ضيعت حالك يا عبد الرحمن بهالعملة هي وصلت حالك لحبل المشنقة والله يا سيدي بحياتها ما كانت الحياة حلوة بعيوني بس هلق مع حبل المشنقة صارت حلوة كتير كتير شارك معنا أمرك